السلام عليكم. ويعني بنتكلم او بنواصل الحديث عن التربيه المنزليه، وزي ما انتم شايفين اهوت يعني دوت نتاج التربيه المنزليه. يعني الفرخه ديت يعني داخله على 4 كيلو او 4.5 اهوت في التربيه المنزليه. يعني في ناس بتسالنا كتير، هل ممكن في العمر اللي هو بعد ال 45 او لما الفرخه يكبر كده نحط له الاكل المنزلي اللي هو العيش والرده والحد هيت؟ والله اذا كانت الاعداد بسيطه ويعني بتستهلك على مستوى البيت او الاسره، ما فيش مشكله بنخلط عيش والحاجات دهيت. ولكن الحاجات دهيت يعني ايه، بتحافظ لي على نمو الفرخ، والفرخ بتاعنا بيبقى يعني ايه سمين او في دهن شويه. ولكن ما فيش مشكله، يعني ما فيش مشكله من الحكايه ده هي، بس بعد ما يعدي يعني 45 يوم ويكون جاب وزن كويس جدا، علشان يعني ما الاوزان ما تقلش او يحصل فيها اي شيء. وان شاء الله يعني دايما بنواصل الجديد او اي معلومه تهم مربين الدواجن على كل مستوى. وشكرا لحضراتكم.